أهلا وسهلا متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان، معكم إياد محبوب. نرصد لكم تفاصيل مقتل أحد الأشخاص وإصابة أخيه في منطقة المقطم التابعة لمحافظة الجيزة، ومعانا التابعة لمحافظة القاهرة. مساكن الجيزة، هي اسمها مساكن الجيزة. ومعانا والدة المجنى عليه ترصد تفاصيل الواقعة من البداية. كنا حاجة اللي حصل. اللي حصل ان يوم الثلاث اللي فات كان فيه مشاغبين عيلين بيبيعوا تقريبا مخدرات، واحد داعي لزبون واحد تقريبا حاجة زي كده. فهو بلوك العيل اللي بيتخانق اساسا مع العيل اللي هو من القاهرة، ساكن القاهرة، تمام، مساكن اطلس، وعيل هنا من مساكن جيزة قصاد القهوة، البلوك بتاعه قصاد القهوة اللي عيالي شغالين فيها. تمام. عيالي كانوا واخدين القهوة دي مفيش أسبوع، أجروا اللي قاعدين بقالهم مدة من الشغل ومش لاقيين شغل، فأجروا القهوة دي بحيث إن هما يعرفوا ياكلوا إيه عيش. واحد بيصرف على بيته ومراته وبنته، والتاني بيصرف عليا بيعوني. كان امتى الكلام ده؟ كان الكلام ده كان يوم الثلاث بالنهار، تمام. الاثنين بالنهار. صباحية بقى فجر الثلاث الساعة 4 لقينا العيال اللي هم اللي جايين من مساكن أطلس بالليل بعيال معاهم علشان يضربوا الولد اللي هو كان بيتخانق معاهم يعني هي بالنهار. كانت خناقة تانية جانبية. جانبية بعيد عننا خالص، تمام. احنا ملناش فيها خالص. بس هما دخلوا بقى لقوا الشباب قاعدة على القهوة وعيالي شغالين فيها، فدخلوا عشوائي. هو مش عشوائي، هما عمال يضرب بقى على التعاطي مع باطل، يعني ليه ذنب وليه ملهوش ذنب، عمال يضرب في الناس. عيالي أول ما سمعوا ضرب النار كان في أطفال صغيرة في الشارع قصاد القهوة، كان بياخدوهم يخبوهم جوه القهوة، خافوا على الأطفال من ضرب النار خدوهم بيخبوهم جوه القهوة. نادر دوت اول ما قام بصدره بعد ما بيخبي العيال من ورا البنك اللي هو بتاع القهوه، اللي هو الحته المبنيه دي بيعملوا عليها الشاي والحاجه، تمام. فبياخد العيال بيخبيها تحتيها. اول ما بيقوم بنفسه كده لقى الرصاص دخل في صدره، وقع. اخوه جاي بيلحقه بيقومه من على الارض، راح ضرب خاله معاه. جاني نادر من عند القهوة لغاية هنا، جري لغاية البلوك المدخل بتاعنا ده، تمام. وهو جاي بيجري بدمه، حتى بنته الأول اللي شافته من البلكونة، لأن يعني لما سمعت صوت الرصاص البنت دخلت بتندفع. احنا كل يوم والتاني بنسمع صوت الرصاص في المنطقة هنا، يعني كل يوم والتاني من العيال دي نفسها بيتشكلوا مع أي حد، مع أي حد كل شوية. فالبنت لما سمعت صوت الرصاص قالت يا تيتا ده خناقه، قامت تبص لقيت ابوها جاي بيجري بدمه، راح دخل ناحيه البلوك، خدته الست اللي هي الكشك اللي تحتينا ده هي وابنها، تمام. وانا لبست الخمار على جلابيه البيت ورحت نازله، نزلت ما لقيتش في نفس، ما لقيتش في نفس خالص. يا نادر يا نادر يا نادر فيك ايه؟ رد عليا. طب متعور في ايه؟ طب جايب دم من بقه ومن مراخيره. يعني حضرتك رحتي كان يتوفى؟ كان في سفارة المغرب. كان في سفارة المغرب. قعدت اصوت وهل حد يجدني بعربية، حد يديني عربية علشان اوديه المستشفى الحقه. كان الساعة كام بالظبط؟ كان الساعة 4 بالظبط. لا لا ايوه، ابتدت الخناقة الساعة 4 وربع، ضرب النار ابتدى الساعة 4 وربع بالظبط. تمام. الساعة 4 كنت ماشية بيه من هنا. كنت ماشية بيه من هنا صح؟ 4 الا ربع ضرب النار يا حبيبتي، الساعة 4 انت مشيتي. ايوه انا اقول لك الساعة 4 ابتدى الضرب. ابتدى الضرب عند القهوة. مشيت بيهم من هنا، لقيت انا وانا راكبة مركبة خيل ان هي نادر وحطها على رجلي في التوك توك. عيل ابن حلال جاب لي التوك توك بتاعه ورحنا راكبين على ابوي ايه وديهم اي حتة بيهم. لقيت خالد جاي بيجري برضه من الشارع علينا يركب معانا. فبقول له هو انت فيك حاجه؟ انت فيك حاجه انت كمان؟ خالد كان مصاب. اللي مصاب. قال لي لا مفيش حاجه، لا لا ده خرابيش بسيطه في ايدي مفيش حاجه، بس اهم شيء نطمن على نادر. رحت بيهم المستشفى هما الاثنين. خدوه من على رجلي الدكاتره
واخوه قعد يصرخ حد يجيب ترول، حد يجيب ترول، جابوا الترول خدوه من على رجليا وحطوه في الترول. وقام خالد دخل بيه، فقام لا خالد ما دخلش يا ربنا، وما خدوا نادر وطلع بيكلموني وبيديني الحاجه بتاعت نادر اللي هي البطاقه بتاعتي اللي كانت في جيبه، فبيدوني البطاقه بتاعت نادر. تمام. فبقول له اخوه راخر من الصف، قال له هو انت من الصف؟ قال له اه. طب انت واقف ليه؟ خش انت بالصف واقف ليه؟ دخلوا وقعدوا برضه يعملوا له اشاعات وكده لغايه ما عرفوا هو ايه حالته بالظبط. فقرروا ان هم اخته تمضي على الورق بالموافقه بالعمليه، عشان عمليتها كبيره، عمليتها كبيره في بطن خالد، لان القلقات دخلت جوه بصرينه. ففضلوا يطلعوها، لان اللي شاف الحاجات دي وكيل النيابه في السي دي اللي طلب من نادر. جه حلل حاله خالد، احلل حاله نادر الاول في المغسله، ودخل طلب خالد في الشهاده اللي اتكلم يعني ايه اللي حصل. فالدكتور قال له لا ما ينفعش تقولك عليه دلوقتي لان حالته خطيره، هو عامل عمليه كبيره وحالته خطيره ما ينفعش تخش له. قال له طب انت مصور ال مصور ال الواقع الواقع بتاعت العمليه؟ قال له اه. قال له طب هات لي لم تنقل والسجل وكيل النيابه اللي طلبه. تمام. فاللي شافه بيقول يعني هو مصارينه كلها كانت طالعه بره، وهم عمالين بيطلعوا له الطلقات من مصارينه. دلوقتي يعني انا دلوقتي بعد ما حصل اللي حصل ماشي، انا استبعد عن طلاق ابني، ما يتشهد لقمة العيش. لا كان في ليهم في خناق لا ده ولا ده، ولا كان ليهم في مشاكل، ولا كان ليهم في اي حاجة، ده هما واقفين في لقمة عيشهم. بس اخوه حس ان في حاجة وقف معاه في الليلة دي، هو متعود ان هو بيروح الشطف ولبس هدوم نضيفة وراح رايح على القهوة تاني عشان يقف معاه. اجله عشان اجله ونصيبه خلاص انتهى. انا دلوقتي بيقولوا لي ان خالد كان داخل بخرطوش في جيبه. عندهم المستشفى، عندهم الاستقبال كله اللي كان موجود في الليله دي، عندهم اللي اداني الدكتور اللي اداني حاجه مستحقات خالد. طب هو خالد خرج من المستشفى؟ خالد لسه في المستشفى من يوم الواقعه. اه 5 ايام في الرعايه، كان في الرعايه كانت حالته خطيره. بعد كده طلعوه غرفه في اوضه تانيه فوق بعد ما حالته يعني استقرت شويه، وهو لغايه النهارده لسه ما طلعش. انا لسه سامعين ان هو ممكن يطلع بكره، الله اعلم هيطلع ولا لا. حررته محضر بالواقعه؟ اه محضر في النيابه. ايوه. كام رقم المحضر؟ 12461. 12461. طب حضرتك بتطلبي بيها حاجه؟ بطلب حق امي، حق امي، دول ولادي، دول ولادي، وضيع منهم قبلهم شاب اهو، يعني انا معيش عيال تاني. ده المجني عليه نادر؟ نادر ده، نادر، نادر كان بيجري على لقمه عيشه، كان بيتفح للقمه عيشه عشان خاطر بيته وبنته. ان شاء الله الجهات المعنية في اسرع وقت هتلبي طلبك. انا مش طالبة الا حقه، حقه عشان نارنا تبرد عليه وهو ينام في مكانه مستريح، ان حقه جه. ان شاء الله في اسرع وقت الجهات المعنية هتلبي الطلب. انا مش عايزة اكتر من كده، وكل اللي قال كلمة وحشة في حق ابني وهو في ذمة الله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وحقك يا حبيبي مش هيريح، لو الناس ضيعوه ربنا مش هيضيعه لك، اكيد هيجيب لك حقك ان شاء الله. معانا زوجة المجن عليه تروي تفاصيل الواقعة. حضرتك كنت فين وقت الواقعة؟ انا كنت في بيتي هنا، واخده شقه بدور ارضي، واخده شقه اجور. تمام. انا صحيت على صوت ضرب النار، انا هو متعود ان هو بيجي لي الساعه 2:30، نمت جيت لقيت سمعت صوت ضرب نار حوالي الساعة 4 في الوقت اللي بتاعي دوت، اتخضيت عليه، اتصلت بأخوه إن هو معهوش تليفون، اتصلت بأخوه بقول له أنتوا كويسين يا خالد؟ سامع بقى صوت إيه زعيق وصوت ضرب النار جامد أوي، بقول له أنتوا كويسين؟ بيقول لي أه إحنا كويسين، وهو ما كانش مش عايز يقول إن أخوه ضرب. فمفيش ما كملتش دقيقة لقيت الباب بيرزع عليا بيقول لي الحق جوزك مات.
جوزك بيموت. قلت لهم ازاي ازاي، خرجت بجري لقيته بقى بيشتد ويشيلوه. ما كملش دقيقة ونص بنكلمه، عمال بقى ايه ما بيتكلمش خالص، ما بيعملش اي حركة. اخوه قال لي سيبيه ايه يمكن مغمى عليه، وهو كان اتوفى. داخلين بيه المستشفى، بقيت اقول للدكتور ابوس ايدك، حط ايدك بس هنا اشوفه عايش ولا ميت. قال لي بس بس هو عايش، مش عايز ايه يقول لنا ان هو اتوفى. خدوه مننا ودخلوه، قعدنا حوالي ساعتين كل ما نيجي نسال خالد كويس، قلنا لهم احنا عارفين ان خالد كويس، طمنونا على اللي داخل ما بينطقش، طمنونا بس احنا الدكاتره شغاله معايا، الدكاتره شغاله معايا. بعديها عرفنا ان هو اتوفى. كان بعد قد ايه بعد دخولك المستشفى؟ حوالي ساعتين، ساعتين ساعتين ونص. يعني مثلا كان على الساعة 7 كده؟ ستة سبعة عرفنا ان هو اتوفى، جالنا خبر ان هو اتوفى. طبعا انا وامه طبعا ما كناش قادرين نمسك نفسنا، والدنيا طبعا اتقلبت، والحكومة جت المستشفى، ما كناش عارفين طبعا نقول لاخوه، لان اخوه ما كانش راضي يدخل عمليات الا ما يطمن على اخوه. من هنا لهنا لحد ما دخلوا اخوه ايه العمليات، اخوه خالد، طلع من العمليات دخل الرعاية على طول، كانوا حتى مانعين الزيارة لينا، كانوا مش عايزين يدخلونا العمليات. بس فأنا جوزي عمل ايه؟ جوزي عمل ايه؟ بقاله قد ايه قاعد من شغله؟ بقاله كتير قوي قاعد من شغله. ما كانش بيشتغل قبل ما يفتح القهوة؟ ما كانش بيشتغل، وكان قاعد في البيت. ما سابت ما اشتغل، يعني قال عشان اجيب لك يوم تعيش انت وبنتي؟ راح. حضرتك بتطلب بإيه؟ أجيب حق جوزي، أشوفهم كده وقلبي يرتاح إن هما بيتعبوا، اللي ضرب نار على جوزي دوت أجيب حقه عشان يبقى في نايم في تربته مرتاح، ملحقش يفرح ببنته، بنته عندها 9 سنين. عنده ولاد تاني غير دي؟ لا، هي بنت واحدة 9 سنين. بنت 9 سنين. إن شاء الله الجهات المعنية والجهات المسؤولة أتلبي طلبكم في أسرع وقت. يا رب يا رب. بس نستحي إن هو خد الحكم اللي يستاهله، نرجع كده وهو يستريح في الموت. هو كده مش مستريح، إحنا مش مستريحين، عمالين يقطعوا في فروته وعمالين يقولوا كلام ما حصلش ويبلوا علينا بالكلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معكم إياد محبوب من